جنيه يا ولد، يلا بص الحاجه حماصه ب 40 جنيه، يلا قرب وتعالى اتفرج يا ولاد. بتاع الغلابه يا باشا، بتاع الغلابه يا باشا. صلاه النبي، صلاه النبي، كافيار كافيار كافيار، صلاه النبي. يلا بص الغلابه يا باشا ب 40 جنيه، قلت الغلابه ب 40 جنيه. اعزائي مشاهدي يا ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا بكم داخل محافظه البحيره. زي ما حضراتكم شايفين عم حماصه ملك السمك البلطي، زي ما حضراتكم شايفين في ابو المقامير. زي ما حضراتكم شايفين عم حماصه ملك السمك بيوزع على مصر كلها. هنكون مع عم حماصة بعد قليل يا جماعة. لا والله يا ما بجوش بالله عليكم، انا مش عايز تجي. احلى حوض بيربي السمك، هيعرفنا اغلبيه السمك وازاي تعرف السمك اللي مش حلو والسمك الحلو. زي ما حضراتكم شايفين ده السمك بتاع عم حماصة ملك السمك حمزة البحيرة. ازيك عم حماصة؟ صباح الفل يا باشا. صباحك فل كده ونهارك فل. قول لنا بقى السمك ده بتجيبه منين، واشرح للمتابعين كده. السمك ده يا باشا بيجي من ادكو او رشيد او كفر الشيخ. تمام. سمك مكاوي، ده سمك بيبقى سمين وسمك بيبقى حلو في الاكل يعني. تمام. احنا بنجيبوه هنا بديل من البلد، لان البلد دلوقتي بقى بسيط. البلد بقى بسيط يعني. ده مزارع. ده مزارع، بس مزارع نظيفه بتاعت ادكو. تمام. قول لنا بقى الحوض ده عملته ازاي بقى، وازاي بتخلي السمك يعيش فيه كده عم حماص؟ والله يا باشا الحاجه بتولد الاختراع. السمك دون بيعوز ميه. زي ما هو عايش في المزرعه. تمام. فجاتني الفكره وانا لسه يمكن صغير شاب. تمام. ان انا نعمل حوض، وكنت عامله في الترعه الاول. تمام. وبعدين بعد كده طلعت عملت في حوض في الارض، وجاتني الفكره ان انا نعمله على وش الارض عشان في الترعه كنت بنتعب في تطليع السمك كده وبتاع. تمام. واللي بقى في ميه هنا، احنا شايفين الميه ديت، الميه ديت ايه بقى جايه منين؟ الميه دي ارتوازي من تحت الارض. ليه بقى ارتوازي؟ عشان تبقى نسبه الملوحه فيها تناسب السمك. تناسب السمك. أيوة. والاكسجين ده احنا شايفين فيه؟ الاكسجين ده بنحطوه يعني ممكن يعني ايه لما السمكه تحتاج تتنفس شويه، بيبقى في ساعات الشبوره كاتمه الجو شويه، بنحط الاكسجين. بتحط الاكسجين؟ لازم الاكسجين ده مع بعض. لازم. قول لنا بقى، امسك لنا سمك كده وعرفنا بقى ازاي تعرف السمك الكويس من السمك. سمك تشاوي، سمك سمين. تمام. سمك واكل علف، اندريكس، حاجه اسمها اندريكس. يعني حاجة يتكون من بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سمك اهو. احمد الزوز بيقول لك ممكن اكلم عم حماصة؟ اتفضل قول عايز ايه يا عم احمد، واحنا نوصله لعم حماصة اللي انت عايزه. السمك ده بقى عرفنا بقى عم حماصة كده. بسم الله ما شاء الله عم حماصة، سمك حي اهو. حاجة ممتازة يعني، حاجة 100 100. عرفنا بقى، امسك لنا سمك كده وقول لنا بقى كده ايه السمك. ده سمك. تمام. السمك بسم الله ما شاء الله عم حماص. ده سمك تكاوي، سمك نظيف، سمك واكل.
وتعرفوا منين ان سمك حلو. حلو قول لنا بقى عشان اعرف المشكله. الوكله دايما بتلاقي ظهرها سمين. ظهرها سمين. ظهرها اللي هي ايه؟ سمك بهدلنا يا عم حماص. يلا مش مشكله، مش مشكله فداك. حضرتك بتبقى سمكه سمينه ظهرها من هنا سمين. تمام. دي سمكه واكله علف نظيف. تمام. دي تاكلها. احنا زعانف كده بص. واخد بال حضرتك؟ حاجه يعني طعمها بيبقى زي الفل. قلبه دهنه من جوه. القلب من جوه دهنه زي الحاجه ما بتوه. ايوه من جوه دهنه. خد بقى السمك ده. تاكل سمك. سمك بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عندك. يلا بينا رجاله. احلى حاجه. يلا. انت بتعمل ايه؟ اسمك ايه الاول؟ اسمي محمد. محمد ازيك يا محمد؟ عدينا عشان ندخل لمحمد الاول. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انت بتعمل ايه كده؟ احكي لنا بقى. بنطلع سمك على الشغل على طول للبياعين والمحلات اللي استرزقوا البياعين وكده. السمك نزل وفاز وظبطنا ميته وعلى النبيع على طول. السمك ممكن يموت لو اتحط هنا محمد؟ لا. طب ورينا كده، اعمل كده افرز لنا كده سمك. ورينا كده السمك محمد، هيجيب لنا السمك وهيورينا. تعالى محمد كده ورينا، امسك السمك كده ووري الناس كده السمك ده شكله ايه. وعرف الناس بقى عشان ما تتخمش لما تروح تشتري سمك. انا بخلي بالك انا اللي عشان الناس ما تتخمش. امسك كده السمك ورينا كده. لما انا رايح نشتري سمك عايز اعرف السمك ده حلو ولا وحش. اهم حاجه تبص للسمك. شوف السمك. تمام. شوف ظهر السمكه مليانه ولا ناشفه. تمام. شوف السمكه ذكر من نتايه ازاي بقى. عرفنا كده بقى يعني ورينا كده عشان تعرف السمكه ذكر ولا نتايه. يا جماعه الخضرة دي، الخضرة دي الدكر. بصوا يا جماعه عشان ايه الخضرة دي الخضرة ده. تمام. النتايه دي سلطانة الاكل. سلطانة الاكل اللي هي النتايه اللي هي ظهرها عامل ازاي. ظهرها مليانه قوي. بسم الله ما شاء الله. اللي هي ظهرها ديت النتائج دي ملكة الاكل. دي السلطان بتاعت الاكل. دي بيبقى فيها بطروخ بقى وتبقى جميل. بيبقى سمين ومبطرخ وفيها دهن من جوه. دي علف نظيف. في ناس بتعرف من الزعانف يا محمد، بيقول لك الزعانف تبقى حمراء. الزعانف ده مش دي الكواليتي، كله مغشوش احمر. كل السمك مغشوش احمر. الكواليتي بتاعه بقى ايه بقى؟ الكواليتي بتاعه اللي يكون ظهره مليان كده. تمام. سمين من تحت. تمام. سمك سمين كده. اللهم صل على النبي. سمكية سمينة يا جماعة، لازم تكون السمكية سمينة من ظهرها خالص. وعلف. وعلف معلوف. عشان عندي كل شغلي محلات. كل محلات يعني انت بتوزع على المحلات كلها بقى دلوقتي. المطعمين بتمن انا اللي عندي كل المحلات. تمام. بتوزع لكل المحلات. والسمكية لازم تكون ظهرها سمين زي ما انت بتقول كده. كده ظهر سمين كده وبطن مليان قوي كده. اللي بطنها فاضي وظهرها مفيش بلاش تاخدوه. طب السمك ده ممكن يقعد في الميه دي قد ايه؟ ممكن يومين. ممكن يومين بس اكتر من يومين ما ينفعش اظن. مش ما عنديش السمك يقعد اكتر من يومين عشان السمك الجديد. طيب اللي بيموت بقى بتعمل فيه بقى؟ اللي بيموت كتير ناس بتاخده بس ما بيموتش ميت كده. ده ميت طازه. بيبقى طازه يعني. طازه. طالع كده ما فكش بيطلع ويتلج وبتاعه بيطلع يتباع. قول لي رقم تليفون عم حماصه. رقم تليفون عم حماصه ابعت لنا واحنا هنبعت لك رقم تليفون عم حماصه. رقم تليفون الحاج حماصه 0100. رقم تليفون عم حماصه 0100 80 ايوه 11 486 486. الناس مبسوطه. انت بتعمل ايه كده عم حماصه؟ عشان يفوه. عشان يفوه بقى عشان يعني يبقى فريش. طب تنصح الناس اللي عايزه تعمل حوار زي ده في البيت تقول لهم ايه بقى؟ يعملوا ايه بقى؟ هيبقى صعب عليهم. صعب ولا مكلفه؟ والله مفيش حاجه صعبه. كل حاجه دلوقتي اللي عايز يعمل نجاح بيسعى بس شويه. اللي عايز ينجح يسعى شويه. تمام. انت مع عم حماص هنا صح؟ طب طلع بقى يلا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بنطلع السمك حي. ازاي؟ مرحبا. اسمك ايه؟ محمود. ايه يا عم محمود انت من ايه؟ من ابو مطامير. جاي تاخد سمك هنا وتجيبه طبعا. ان شاء الله. قول لنا ايه رايك في السمك بقى وبتعرف ازاي تفرز السمك ازاي بقى؟ احكي لنا. السمك معروف ان السمك نظيفه تبقى بيضه زي دي. تبقى بيضه زي دي. في سمكه سمراء ما تتاكلش ولا تتشرى. ولا ليه بقى؟ علفها تعبان. اما دي بسم الله ما شاء الله السمكه البيضه بالذات. ميه وعلف. مرك على العلف. العلف خلي السمكه بسم الله ما شاء الله بيضه. تمام ماشي. والسمكه انا اللهم صل على النبي. لا
هي أكلة الغلبان. آه يعني السمك أكلة الغلبان طبعًا بيحتاج علف ياما دلوقتي. والعلف غالي. يعني لازم الحاج بتطلع. تمام عم حماصة، قول لنا السمك أنت بتطلعه من هنا بكام؟ والله السمك هنا دلوقتي يا باشا بيطلع ب 40 ب 42 تمام 41 وبيتباع بره بقى ايه؟ يعني حسب يومه. حسب يومه يعني زي بورصة الفراخ. بورصة يعني السمك زي بورصة الفراخ. ازاي بقى اعرف الناس ازاي بورصة السمك؟ بورصة السمك دي احنا في بورصة في كفر الشيخ، بورصة كبيرة. احنا بنستنوا الاسعار منها، نعرفوا الاسعار منها. ايوه بيجي لنا الاسعار منها، والسمك بالتالي اليومين دول شهدت شوية عشان العلف. عشان العلف غالي. والعلف ده بيجي مستورد وكده وبيجي عشان انا كنت شايف الصبح في سمك كتير متجمع في الناحيه ديت عشان دي دفى في دفى اه. ليه بقى؟ الجو بيشد على السمك، بيشد على الميه السخنه. بيجي على الميه السخنه، الميه دي بتطلع دافيه في الشتاء من تحت الارض. بيجي السمك يروح على الميه الدافيه يتجمع عليه. تمام، فعشان كده بيطلع من هنا يروح الناحيه الثانيه. تمام يا حماصه، احنا كده طلعنا السمك صح؟ احنا كده بنطلع السمك. المرحله اللي بعد كده بقى ايه يا ام حماصه؟ توزن بقى السمك زي ما حضراتكم شايفين. بنوزن السمك في الميزانه، بتوزنه على بعضه كده يا ام حماصه؟ كل كبير في صغير في بوكسر. على بعضه كل 20 كيلو في مربوطه يا حاج. ماشي يا ام حماصه. كل 20 كيلو في بوكس. كل 20 كيلو في بوكس. تمام كله بقى 60 معاطر. انا عرفت اه. 50 كله على بعضه بقى. كله على بعضه. زي ما حضراتكم شايفين السمك اكل الغلابه ب 40 جنيه الكيلو عند عم حماصه، بيوزع على البلد كلها زي ما حضراتكم شايفين وسمعتوا. اظن لو في ميه عاديه على المحمصه ما ينفعش مع السمك. لا ليه؟ لان الميه السمك ده له نسبه ملوحه اه بيعيش فيها. آه. الميه العاديه دي فيها كلور. فيها كلور تموت السمك. صح. طب هناخده هناخده منك ازاي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي الميه تموت السمك ليه بقى الميه العاديه؟ عشان ده سمك ملحات رشيد. اه سمك علف مش سمك سمك. اه الميه اللي بتاعت الحنفيه تموته لانها فيها كلور. فيها كلور. صح. شكرا لحضرتك. بسم الله ما شاء الله. كده 50 يا معلم. ماشي يلا. روح يا احمد يلا. وصل دور. وصل دور وتعالى. زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، السمك اللي عنده سؤال برضه يساله لعم حماصه. ايه اه السمك الاسمر عم حماصه بقى اللي هو بيبقى اسمر وغامق ده بتاع الترعه ده؟ لا ده مش بتاع ترعه. لا ما انا فاهم. ايه رايك فيه؟ السمك الاسمر دوت مش حلو. اه السمك الابيض دي احسن سمك. اه الابيض ده اللي هو زي ده كده لونه ابيض اللي زي ده. اللي زي ده اه في سمك ابيض خالص بقى بيتباع ب حتى بالسعر بيختلف. عم حمصه في سمك بيتباع ب 15 جنيه ابيض خالص كده في الاسواق. لا ده بتاع سلفر. سلفر اللحم دي بنحذر الناس ان هي تيجي جنبه لان في شوك ياما في اللحم. اه لو حد عنده طفل ولا حاجه بيقف في الزور. بيقف في الزور ده سمك مش حلو. الناس بتبيعه ب 15 جنيه ليه يا عم حمار؟ ده ب 10 جنيه كمان بس جنيه. ما مش حلو. مش حلو. اه بيتعب. مالوش لا طعم ولا لون ولا ريحه ولا حاجه خالص. بس الحوض ده احسن من الترع طبعا. 100 مره. لا الترع طبعا ما يعلاش عليها. اه الترع دي ربانه. تمام ربانه. والاكسجين اللي فيها ربانه. اه بس الاكسجين ده بيبقى عباره عن شفت موج الميه وهي ما وهي الميه كده وهي بتطلع وتنزل. اه ده اكسجين بيعمل اكسجين بتطلع. آه. ونازله بتاعت الميه بتعمل اكسجين للسماء. اه للسماء. انما هنا تضطر تحط اكسجين عشان ما فيش موجة. عشان ما فيش موجة. اه تمام. تعالى محمد معانا كده هنا تاني. السمك زي ما انتم شايفين بيعوم. محمد السمك اللي عايم على وش الميه ده كده اه اشرح لنا بقى كده. اشرح السمك ده من شويه جاي على يدك من كفر الشيخ. ايوه طبعا. تمام لازم ينزل يتحط في ميه دافيه عشان جاي في الميه ميه دافيه. اه اللي هي الارتواز ديت اللي هي جايه ارتواز. تمام موتورين. الموتورين دول غير الميه بتاعت السمك اللي جايه. تمام وغير
تظبط السمكتين كده بيتغير كل قد ايه الميه محمد عشان الناس تعرف. انا معاك كده والميه مفتوحه دلوقتي. اه الميه مفتوحه. انا لما جيت امبارح لقيت مفيش ميه خالص في الحوض. افتح لنا الميه كده. الميه مفتوحه. ايوه 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 بتتغير بتنزل الميه بتنزل وتيجي مشغل الميه من فوق تشتغل تاني. اه اه الميه النضيفه فوق والميه اللي فيها عكره من تحت ماشيه على السطح. هات حوض. ها تعال معانا. بسم الله ما شاء الله السمك فاق زي بسم الله ما شاء الله. ممكن سمك من اللي يجي ده يموت؟ ممكن. اه يبقى عشان نقل ولا ايه بالظبط؟ دي ميت ليه بقى؟ ايه سبب موتها بقى؟ وهي سمك زي ما تقول كده ضغطه ياما. اه ضغطه ياما وكميات ياما. اه تمام. الوارد اللي يكون فيه موت. اه الموت اللي زي ده بيطلع يخش الثلاجه بعد كده بعد ما يخلص الحي يطلع باع كده هنا للبياعين. طب قول لي بقى لما السمك مثلا انا خدته حي وعايز نخزنه في الثلاجه بيبقى حلو يا محمد؟ طلع المراره. بنطلع المراره بس. طلع المراره اللي ممكن تعمل عفونه في البطن. اللي هي اللي لازم تطلع المراره. اه عشان ما تعفنش. يبقى متنظف، لازم يكون متنظف. ممكن تطلع المراره وتسيب بطنه فيه. وتسيب بطنه فيه. اه اهم حاجه المراره اللي جوه تطلع. اه يا جماعه عشان الناس اللي متابعينا لازم تطلع المراره قبل ما تخزن السمك علشان تعفن، ممكن تعفن. دي تعفن البطن. اه تمام. سبب البطن كده البطن اللي تعفن المراره اللي تعفن البطن، تعفن السمكه في حلقها. حتى على الشوايه واحنا بنشوي السمك لو الماشه جت على بطن السمكه لو شويه المراره السمكه مررت بحالها من جوه. ايوه السمكه تمرر. السمكه كلها تمرر اللحم كله مرر. طب تنصح ايه بالناس اللي هم عايزين يربوا بقى في البيت؟ ها شغلانه جميله ومكسبها جميل. اه تمام. بس في البيت هتبقى صعبه التربيه عليهم. البيت صعب عشان دي عايزه مكان واسع زي ما في البيت. لازم يكون في مكان واسع يعني. بس انت كده صور الحوض كله كده. بسم الله ما شاء الله. عايز مكان قد ده وعايز تدق ترمبه هنا في اول الحوض وترمبه في اخر الحوض. يعني الميه بتاعت البيت ما ينفعش تشتغل. ميه فيها شبه وفيها كده. اعمل لنا كده من كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله. شوفوا محمد بيجيب السمك ازاي. تعالى يا سيدي ارفع ارفع سمك ارفع سمك. ها من هنا محمد كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انت كده بتعمل ايه يا محمد؟ بتشمل البياعين. بتشمل البياعين. اه. المحلات والبياعين وكله. بيبدأ كله بقى وبتبداوا الساعة كام بقى كل يوم بقى؟ والله شغلنا بيبدأ كله من 6 ونص. 6 ونص. 6 ونص. لحد الساعة كام؟ لحد بعد العصر. لحد بعد العصر بقى كده. السمك بيجي لكم بالليل بقى بتستلموه بالليل؟ شغلنا بالليل عشان السمك السنين كله بالليل. اه السمك بتاع المزارع النظيفه شغلها من بعد واحده وبعد اثنين. تمام محمد. المزارع ده من سهر على. تمام محمد. الله ينور. عم حماس انت بتوزع على كل الناس في المطامير عم حماس؟ كل الناس حبايبنا يا باشا. كل الناس حبايبنا. في تو سمك حلو طالب. النهارده البورصه قالت السمك بكام بقى؟ البورصه كانت ب 40 النهارده. النهارده السمك ب 40، البورصه قالت ب 40 يا جماعه. بيوزن عم حماصه زي ما انتم شايفين السمك وبيبيع. الواحده فيها 20 كيلو. بتاع زي ديت فيها 20 كيلو. حاضر يا سيدي. هات على بعض كبير وصغير عم حماصه. كبير كله كبير يا باشا. كبير كله كبير يا باشا. السمك كله كبير. شكرا ليك عم حماصه. يا صباح الفل. صباحك فل وصباحك. ونتمنى للناس الرخاء ونتمنى للناس ان مصر تضل مزدهرة ان شاء الله باذن الله. باذن الله باذن الله عم حماصه على يد الناس الطيبين اللي شغالين بضمير زي حضرتك. يعني احنا سامعين ان في سمك في بعض الاماكن وصل 70 و80 جنيه. لا لا مفيش الكلام ده. الكلام ده بيبقى جشع من التجار. جشع من التجار. احنا كفايه جنيه. ماشي عشان البلد ظروفها تعبانه. طيب البلد لازم تمشي ونقف جنبها. طبعا طبعا يا عم حماص. ناخد جنيه احسن ما ناخد 7 8 جنيه. ناخد جنيه ونمشي دلوقتي صح تمشي العمليه.
عشان الناس الغلابه صح. الناس اللي تعبانه صح. لما انا نبيعه ب 40 واللي ياخد سمك مني يروح يبيعه للاكيد ب 45 اهو في متناول الجميع صح. في متناول الجميع مرضيين ونعيش انما 70 80 عشان مصر تعيش صح. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. احنا هنا ابو المطامير ارخص حاجه في الاسماك الاسماك ليه البياعين والتجار عندهم رحمه ودين لو جيني واحد في الكيلو يحمد ربنا عليه صح. الحمد لله الحمد ليه الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا انضف مركز في البيع في الاسماك وفي اي حاجه في ابو مطامير بالذات ارخص حاجه ونقول ربنا يقوي كل واحد على كل شيء يا رب يا رب نعم. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان زي ما حضراتكم شفتوا سوق السمك عم حماصة ملك السمك بيوزع السمك على مصر كلها وده طبعا السمك عنده في الحوض سمك حي بيتباع ب40 جنيه في متناول الجميع أعزائي مشاهدي أبو كبير ميديا في كل مكان كان معكم محمود عبد الصبور من محافظة البحيرة شكرا لمتابعتكم. Thank you.